النهارده رحل عن عالمنا، انتقل من دار الباطل إلى دار الحق الشاعر الكبير والزميل السابق الدكتور صلاح عبد الله. الدكتور صلاح عبد الله أول من يلحق بربه من مجموعة قناة الشرق، الله أعلم من التالي. فقد حبيبتيه وصبر فله الجنة. أعلى حاجة إنك تبقى معزول عن العالم، مش شايف حاجة، مش شايف لا متع الدنيا ولا زخرفها ولا أي حاجة خالص. لكن هذا الرجل الذي كان يحجب النور عن عينيه، لم تكن جلسته إلا جلسة يوزع فيها الابتسامات على كل من حوله، وكأنه هو الوحيد اللي يرى والباقي لا يبصرون. صلاح عبد الله مات النهاردة عن عمر يناهز 60 عام، وفي بداية 60 بعد صراع مع أمراض كثيرة جدا. ربنا يرحمه ويلحقنا بيه على خير إن شاء الله. زي ما قلت لكم، صلاح عبد الله هو أول من يرحل في فريق الشرق، وكلنا راحلون، الله أعلم من التالي. خلينا نشوف كيف نعاه اليوم الدكتور أيمن نور رئيس مجلس إدارة. هيبقوا متضايقين من هذه البداية،
نو يعني. لكن يا جماعة احنا بشر، وإن لم يكن لإنسانيتنا مكان فمفيش حاجة في الدنيا ليها لازمة. يعني الناس عايزة تسمع الأخبار وتعرف الدنيا، ما كانش إنسانيتنا ليها موقع، وموقع مهم كمان، يبقى الحياة كلها ملهاش لازمة. الحقيقة صلاح عبد الله له إسهامات مبدعة كثيرة جدا، منها حتى اللي مرتبط باللي هنتكلم فيه النهاردة. نتكلم النهاردة عن موضوع الأموال المنهوبة في بنوك سويسرا، شقى وعرق المصريين. صلاح عبد الله كان ليه السبق. سمعكم جزء من قصيدته. في ناس كتيرة جدا من الأجيال ما تعرفش مين هو صلاح عبد الله، ويمكن هو ما ظهرش على الشاشة فترة طويلة في قناة الشرق، ما عادش أكتر من سنة، فيمكن ناس كتيرة ما شافتوش. لكن صلاح عبد الله إسهاماته زي ما قال الدكتور أيمن كده هتفضل موجودة. الكلمة اللي بتطلع بتتسجل، بتتسجل في صحيفة أعمال حسناتنا أو سيئاتنا. صلاح عبد الله عمل قصيدة اسمها أسفين يا ريس، خلونا نسمع جزء منها. أسفين يا ريس، كلنا أسفين بجد، أرجوك تتف في وشنا ما تسيبش حد. دي فلوسنا تتشرف يا ريس، يوم ما أنت تاخدها ليك، أصل الفلوس في حياتنا كانت عاملة أزمة. سايق عليك سيدنا النبي إنك تقطع من جلودنا عشان تفصل منها جزمة. أسفين يا ريس، كلنا أسفين علشان بنتوجع من الأسفين. أسفين على الناس اللي ماتوا وهم واقفين يحلموا بيوم تبقى راسهم عالية فيه تشبه لراسك. أسفين على الناس اللي ما عرفوش يموتوا من رصاصك. واحنا أسفين يا عم صلاح الحقيقة إن احنا قصرنا معاك. كلنا مقصرين. الدنيا واخدانا كلنا. بقيناش نسأل في بعض الحقيقة. بقينا نفتكر بعض بكلمتين لما يجي يحصل لك حاجة، ونبعت لك دعوة بالسلامات، أو نبعت لك رحمة بالممات. لكن فعلا الدنيا خدتنا، خدتنا في مساحات بعيدة خالص. فاحنا أسفين يا عم صلاح. خلوني كمان أخد رأي الدكتور مجد عبد الله، أحد أصدقاء الراحل الفقيد، وأسمع نعي من الدكتور ماجد للدكتور صلاح. اهلا بك يا دكتور ماجد. السلام عليكم ورحمه الله استاذ عماد، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. بقاء لله جميعا، نعزي انفسنا. وماذا تقول عن الفقيد؟ اقول عليه رحمه الله، كان صوتا قد جاءنا من 1000 أو 2000 سنة. هذا الرجل المصري الاصيل الحقيقي الذي لم يتلون ولم يخاف، هذا الرجل الذي قال كلمة الحق وهو هناك، وحينما جاء إلى قناة الشرق قال أيضا كلمة الحق، وحينما عاد تعجبت جدا يا أستاذ عماد من آخر بث مباشر قاله من أسبوعين فقط. البث المباشر يا أستاذ عماد قال فيه كلام مش مسموح لحد يقوله دلوقتي لا جوه ولا بره. قال هذه الحكومة الإرهابية الظالمة، وهذا الحاكم كما قال يعني الغبي الذي يعني يضيع مصر ومستقبل مصر. أنا تعجبت، لذلك وضعت جزء من هذا البث المباشر في حلقة اليوم التي عرضت من بورتريه عن صلاح عبد الله عليه رحمة الله، وقلت لا تعليق، لأني حقيقة لا أملك التعليق على ما قال. لكن يا أستاذ عماد وحضرتك عارف كويس أن هذا الرجل كان يملك كلمة تخرج من القلب فتنفذ إلى القلب. أنا الحقيقة أذكر له كثير جدا من المواقف بيني وبينه. كان صلاح عبد الله رقيق جدا، حاد جدا، وكان صادقا فيما يقول. لذلك لن يموت. وبعدين هو خلص دوره، هو هيقعد تاني يعمل إيه؟ كان يا أستاذ عماد كما كلنا كان يحب أمه حبا شديدا، وقد رحلت أمه وهو هنا عليها رحمة الله. نعم. فكان يشتاق إلى أن يعود إلى مصر كي يدفن إلى جوارها، وقد تحقق له ما أراد عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. شكرا دكتور ماجد، والبقاء لله لنا جميعا، لأن احنا نتلقى التعازي مع بعضينا، مش عارف مين يعزي مين يعني، لكن الله المستعان إن شاء الله. خلونا أختم. وهو الحياة ده أكثر حاجة بتقلمني، إنه البني آدم فينا وقته هيبقى 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي،
والحياه تستمر. اوعى تفتكر ان الحياه هتقف. اوعى تفتكر انك لما هتنزل من القطر، القطر هيقف. مش حد هيقف عليك خالص. الحياه تستمر. ولادك هينبسطوا ويضحكوا. واصحابك هيفتكروك كل فين وفين. والدنيا هتمشي. هتاخد دقائق معدوده. ترجع الناس كلها لحياتها تاني تنسيت. فكون حريص انه سنكتب ما قدموا واثرهم. ان اللي اتكتب لك يبقى خير وكويس ان شاء الله. خلونا نسمع جزء من قصيده سفخني بالقفا للدكتور عبد الله صلاح عبد الله. نرجع نستأنف حلقتنا. يقول لك ايه؟ سفخني بالقفا وقال لي بالشفا. صفرني دنيا حلوه بدماغ متكيفه. شفت الحمام مرفرف على مصر رفرفه، والظلم من بلدنا في ثانيه اختفى. ما بقتش دنيا غابه ولا فيها ناس غلابه. تتفلسف ليه يا بابا بالفلسفه؟ وشرح لي بالبنيه معنى الديمقراطيه. لا ايده مش عاديه، دي ايد مثقفه. وزغدني يوم بطوله في مكان ما اقدرش اقوله. اوام صباح تلولو وانا كنت مصطفى. بايديه دلقني دلقه وحلق لي راسي حلقه. عمركش خدت علقه وبسعر التكلفه.